بالابره وخلى مساكين شريف عبد الفريد وداري وكان وخلى عمر جمال هو اللي اتحرك من ناحيه الفرصه الاولانيه خالص بتاعه الريال، وخلى عمر جمال هو اللي اتحرك من ناحيه اليمين على اساس ان محمود شاكر ما كانش بيتقدم، وخلاه برده ايه مهاجم، وفي نفس الوقت لو في دفاع من ناحيه اليمين يعني ما خلاش في باك رايت ثابت للاسماعيلي، وخلى لو في دفاع من ناحيه اليمين هيبقى عن طريق احمد خيري او داري وكان. بعد كده عمل تغيير ثاني بعد نزول جامبو وخروج شريف عبد الفريد بعد الطرد بتاع ريو، يعني بعد ما طرد ريو راح نغير الاداء ل 4 4 2 ونزل جامبو وخلى جامبو مع محمد محسن، والكلام ده كان قبل 2 1 خلى جامبو جنب محمد محسن ومصطفى كريم، ومع الاحتفاظ ان مصطفى برده يرجع شويه يتاخر وكان بيلعب دايما تحتيه. عدم وجود ليبرو يعمل عمق دفاعي مش موجود بالشكل القوي، او مش ليبرو لسه خبرته كبيره، وبالتالي شفنا الانفرادات وشفنا حتى الهدف اللي جابه جده، يعني جول ساذج جدا يعني ساذج جدا كان فيها عبد الحميد سامي. يعني على الجانب الاخر برده كابتن عمر مدافع وفريق الاتحاد وقع في بعض الاخطاء، وده ممكن سيد فريد في الكره الاحرز محمد محسن فيها الهدف الاول، يعني كانت الاخطاء هنا هم اخطائهم كثيره الحقيقه، بس هم يعني عشان عندهم حته الروح القتاليه العاليه موجوده. نادي الاتحاد فعلا ما عندوش ليبرو ثابت، ما فيش ليبرو، محمد جابر ده مساك بيلعبوه ليبرو، وبالتالي حته التغطيه والبكري الكره دايما اللي بتتلعب عرضيه كانت صعبه جدا انها تعدي الثلاثه دول وتروح لمحمد، لان هو كان بيكون في وسطهم، وكان من المفترض ان يكون في فيرود ثاني، حتى على الاقل لو محمد ما خدهاش يبقى الفيرود الثاني ده هياخدها، لان الاثنين اللي بيلعبوا تحتيه اصلا مش فراده، فما بيكملوش لغايه المنطقه اللي هي المفروض انها مؤثره عشان يبقى فيه هيدرز او بيبقى فيه فرصتين العاب الهواء يعني بشكل عام اللي بيتميز بيها محمد طبعا. ودي الجون الثاني اللي جابه بطريقه جميله، ومن هي من البدايه جميله جدا من حمص لعبد الله السعيد لمحمد، يعني جمله كانت جميله جدا انتهت بالجون الحلو بتاع محمد محسن. انما